فرض اتساع المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي إشكالية افتراضية في حال وقع عدوان إسرائيلي على لبنان مماثل لحرب الإبادة على قطاع غزة. هل ستكون الدولة قادرة على الاستجابة للشعب اللبناني؟ وكيف إذا كانت الدولة مفلسة ومترهلة تستضيف نحو 2 مليون لاجئ سوري، أي أكثر من ثلث الشعب اللبناني؟ بعد عملية طوفان الأقصى ب7 أكتوبر وانخراط حزب الله باليوم التالي بحرب مصغرة مع إسرائيل لأسناد المقاومة الفلسطينية، توالت التهديدات الإسرائيلية بضرب لبنان وتحويله لغزة 2. ولأول مرة من السبعينات وبعد ما كانت الناس لعقود تطالب ببناء ملاجئ للجنوبيين وتوفير مقومات الصمود، أقرت حكومة تصريف الأعمال خطة طوارئ آنية وغير مستدامة، خصوصاً مع تهجير أكثر من 30 ألف لبناني وآلاف السوريين من القرى الحدودية نحو الداخل. اللافت بالخطة أن شملت ثلاث فئات سكانية غير لبنانية، وهي اللاجئين السوريين، اللاجئين الفلسطينيين والعمال الأجانب. عملياً ما في خطة دولة بالعالم ممكن تحمي المدنيين، مواطنين أو لاجئين أو مهاجرين وتتصدى لعدو شرس يحظى بحماية دولية غير مشروطة مثل إسرائيل. ولكن هذا الواقع لا يعفي دولة معرضة تاريخياً لخطر عودة الحرب مع إسرائيل من تحمل مسؤوليتها تجاه شعبها وتجاه مخيمات الفلسطينيين والسوريين اللي ممكن تكون أهداف أساسية لأي عدوان إسرائيلي محتمل. بهذا الفيديو من تركيب رح نستعرض عينة حول كيف كشفت مخاطر الحرب عواقب التضليل وغياب سياسة الدولة بإدارة ملف اللاجئين السوريين. قبل 7 أكتوبر تصدر الاستقطاب حول قضية اللاجئين السوريين المشهد السياسي والشعبي بلبنان، مع تدفق موجة لجوء جديدة عبر مئات المعابر البرية غير الشرعية بين لبنان وسوريا. ومن بداية العام حتى أيلول 2023 سجل الجيش اللبناني عبور أكثر من 22 ألف سوري، إضافة لآلاف السوريين اللي دخلوا لبنان من دون تمكن الجيش من رصدهم بواسطة سماسرة ومهربين، وهؤلاء يضافون إلى جملة من الأعداد غير الموحدة بقاعدة بيانات شفافة ومشتركة. بالمقابل تصاعدت خطابات التحريض والفتنة الطائفية والعنصرية والتحذير من التوطين، وشهدت مناطق عديدة توترات وأحداث أمنية بين لبنانيين وسوريين، بينما حكومة نجيب ميقاتي فكانت وما زالت على مدار عامين تتخبط بسوء الإدارة وصراعات الوزراء حول خطة إعادة اللاجئين لسوريا. أما المفاجأة فكانت بوصول الوفد الوزاري والأمني لأول مرة لدمشق برئاسة وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب للبحث بالخطة بوقت انشغال لبنان والعالم بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبالجبهة اللبنانية. وبمعزل عن عدم جدوى الزيارة بالتوقيت والمضمون، عكست إصرار لبنان الرسمي على التعامل مع اللجوء السوري كخطر وجودي وعامل متفجر ووحيد، وهو خطاب تتبناه معظم القوى السياسية هرباً من تحمل مسؤولية الانهيار والتعطيل والشغور الرئاسي. ولكن ما هو الأكثر خطورة؟ الوجود السوري أم سياسات الدولة بحالات السلم والحرب؟ مقابل وصف السوريين باللاجئين الاقتصاديين بذريعة الاستفادة من المساعدات الأممية، هناك إصرار على التعامل مع الوجود السوري بمعزل عن سياقه التاريخي، وهو يعود لخمسينات القرن الماضي مع قدوم سوريين للعمالة بالزراعة والصناعة والأعمال الأخرى. أما الموجة الكثيفة الأولى فكانت مطلع التسعينات مع انطلاق عملية إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية اللي استقطبت للبنان عمال سوريين. بوقتها استفادت الدولة واستغل المستثمرين عمالة السوريين بمداخيل زهيدة مقابل عدم منح قوانين للحماية الاجتماعية. وبعد اختيار رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، تصاعدت الحساسية الاجتماعية من الوجود السوري، وشهد لبنان أولى بوادر الاعتداء على عمال سوريين بحجة التخابر مع النظام. ومع اندلاع الحرب بسوريا عام 2011، دخل لبنان أكبر منعطف تاريخي بلجوء أكثر من مليون سوري عبر البقاع والشمال، ومعظمهم كانوا من الأرياف السورية المعارضة. ومع تدهور الوضع الأمني بسوريا تفاقمت أعداد اللاجئين السوريين،
وكانت الدولة اللبنانية تتعاطى بإنكار مع واقع اللجوء، وتركت الحكومات المتعاقبة إدارة الملف للجمعيات والمنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية، مقابل الاستمرار بسياسة استجداء مليارات الدولارات من الخارج راحت معظمها بمسارب الفساد، وهذه قضية أخرى. وعام 2015 توقفت المفوضية عن تسجيل اللاجئين بطلب من الحكومة، وصار معظم السوريين من دون إقامات كأداة ضغط للعودة رغم استحالة التحقيق. بالنتيجة تحول الساحل اللبناني منذ الانهيار الكبير ب 2019 لمنصة انطلق منها آلاف السوريين بقوارب الموت نحو أوروبا. طيب، وين لبنان اليوم مع تحول ملف اللجوء السوري لأزمة واقعة ومتفجرة؟ عملياً لا تستطيع حكومة تصريف الأعمال تطبيق أي خطة للعودة باتفاق ثنائي مع سوريا، لأن النظام ببساطة لا يريد عودة السوريين من دون تحقيق مكاسب دولية وبالسياسة وإعادة الإعمار، ولأن المجتمع الدولي يرفض عودة السوريين لاعتبارات سياسية، وأيضاً لأن دول الاتحاد الأوروبي تريد حماية نفسها من تدفق اللاجئين بحراً، ومدامة واشنطن ترفض رفع حصار قيصر عن سوريا. أما خطة الطوارئ الحكومية اللي أوكلت مصير اللاجئين السوريين للمفوضية فهي أيضاً خطة افتراضية من دون سياسة تمويلية واضحة وصريحة، سواء عبر التمويل من الخزينة أو عبر التمويل من المنظمات الدولية. لهيك ومع دخول لبنان حقبة جديدة من التهديدات الإسرائيلية، دخل ملف اللجوء السوري أيضاً حقبة جديدة من المخاطر داخل دولة تعجز عن ضمان مصير شعبها، فكيف إذا كانت مسؤولة عن شعبين ببلد واحد؟ وهيدا كله نتيجة طبيعية لتاريخ من التملص بوضع السياسات والغرق بالفساد.